بإجمالي ثروة قدرتها مجلة فوربس الآن ب 184 مليارا و500 مليون دولار، وبتصنيف يضعه بين أغنى ثلاثة رجال في العالم. صحيفة واشنطن بوست توضح أين يحتفظ الملياردير الأمريكي إيلون ماسك بثروته تلك. ماسك الذي يفتقر إلى مبالغ كبيرة من النقد يحتفظ بثروته في حصص ملكية بعدة شركات، فهو يمتلك في تسلا 411 مليون سهم ونحو 304 ملايين من أسهم خيارات الموظفين فيها بإجمالي حوالي 127 مليار دولار، وهو الجزء الأكبر من ثروته، لكنه سينقص نحو 25 مليارا و500 مليون دولار بعد أمر قضائي لماسك بإعادة بعض خيارات أسهم الموظفين التي حصل عليها. ماسك أسس أيضا شركة سبيس إكس الخاصة بصنع الصواريخ والأقمار الاصطناعية، ويمتلك 42% من إجمالي أسهمها بقيمة إجمالية تزيد على 71 مليار دولار. كذلك اشترى ماسك شركة تويتر التي أعاد تسميتها بإكس، ويستحوذ على 79% من أسهمها بقيمة 8 مليارات و400 مليون دولار، لكن قيمة المنصة حاليا تقدر بأقل مما كانت عليه وقت الصفقة في 2022 بسبب الجدل الذي رافقها وتراجع ثقة المعلنين فيها. وفي عام 2016 ولدت شركة بورينج بسبب سخط ماسك إزاء الازدحامات المرورية، ويملك نحو 3 مليارات و300 مليون دولار من أسهم هذه الشركة التي تهدف إلى بناء شبكة من الأنفاق عالية السرعة بالقرب من بعض المدن الأمريكية الأكثر ازدحاماً. وبحسب فوربس حصل ماسك على لقب أغنى رجل في العالم عام 2021 قبل أن يسلب اللقب منه برنار أغنو رئيس مجموعة لويس فيتون المختصة بالسلع الفاخرة، الذي تقدر ثروته بحوالي 211 مليار دولار. لكن ماسك لا يزال يتقدم على جيف بيزوس مؤسس شركة أمازون بثروته البالغة 179 مليار دولار.